بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله،
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وجاهد في سبيل الله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي الحضور، نحن الآن في أيام الامتحانات. في المدارس الطلاب يراجعون دروسهم ويدخلون في قاعة الامتحان، وبدأت البيوت تستعد للامتحان. فالأسر تلغي السيارة وتلغي النشاطات من أجل أن يذاكر الطفل الصغير دروسه من أجل أن ينجح في الامتحان. وهكذا قررنا في الامتحان، ندخل قاعة الامتحان بكل استعداد، وهي قاعة تكرم فيه المرء ويهاج، لأن النجاح الطالب هو سيمة شرف الأسرة، وكل أسرة تريد أن ينجح أبناءها. إخوتي الحضور، هكذا حالنا في مواجهة الامتحان في المدارس والجامعات، في الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، فما بالنا في مواجهة الامتحان الذي خلقنا الله تعالى من أجله، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إخوة الحضور، قد لا ننتبه أننا في أثناء الامتحان، وقد يكون في يوم واحد امتحنا واختبرنا أكثر من 10 مرات. إنما كنا نمشي في الطريق ورأينا شوقا في الطريق، مشينا ولا ننتبه، امتهنا ورسبنا. إنما كنت مثلا أمينا لأموال الناس، رأيت المال وتحرك قلبك وأخذت شيئا من ذلك المال وهو هو أمنية وذلك ليس من نصيبك، امتهنت ورسبت. إنما رأيت طالبا أغضبك في شيء فتغضب عليه وتضربه في تلك الفترة، امتهنت ورسبت. وحياتنا مليئة بالامتحان.
وإنها امتهامات تستمر إلى أن تكون الساعة. إخوة الأخوة، وفي هذه الفرصة نريد أن نقوم بشيء من الوقار بين الامتحانات التي عقدها المدارس والامتحان الذي عقده الله عز وجل. إخوة الحضور، نقارن بين المادة. الامتحان في الدنيا امتحان محدود، فالمدرس لا يستطيع أن يمتحن كل المواد في المنهج، وإنما يكتفي بعدد من الكتب، بل كذلك يقسم بين الفصول. في الفصل الدراسي الأول يدرس الطالب مادة معينة، فلا يستطيع المدرس أن يمتحن المواد في الفصل الدراسي الثاني. وكذلك صفحات الكتب، قد يكون المدرس من رحمته ومن لين قلبه يشير إلى طلابه الصفحات التي سوف تخرج في الامتحان، ولكن الامتحان الذي عمله الله عز وجل هو امتحان شامل كان يشمل كل الأقوال ويشمل كل الأفراد ويشمل الاعتقادات ويشمل النيات ويشمل الحركات والسكنات، بل الإشارة التي أخرجناها من أجسامنا. فنحن نريد أن نتبع أن الله تعالى يسمع كل شيء. إن الله كان عليكم رقيبا، وكما قلنا في بداية الخطبة. إخوة الحضور، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم بعد الأسبوع بعد موته سئل في أربعة أمور: أولا في عمره فيما أفنى، وثانيا في شبابه فيما أبلغ، وثالثا في ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، والرابعا في علمه ماذا يفعل به. إخوة الحضور، دائما يمشي الوقت ونحن ننسى أننا سوف نسأل فيما بعد عما فعلنا وعما قلنا وعما بدر في أذهاننا. إخوة الحضور، والشيء الثاني الذي من الممكن أن نقارن بين الامتحانين فهو الأحوال. إخوة الحضور، الامتحان في الدنيا امتحان مريح إلى حد ما، نجلس في مقاعد مرتبة بل في قاعات مكيفة وبنور شاطع وبجو مريح، ولكن الامتحان في الآخرة هو امتحان فيه أشياء مهيبة، فيه مناظر فظيعة، فيه أحوال شديدة. وكما عرفنا مقارنة في القرآن الكريم، قال تعالى مبينا تلك الأيام الامتحانات التي سوف نمر عليها، قال تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وفي حديث رواه سيدة عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الإنسان بعد ليس بعد موته يحش في مقابرهم حفاة أوراقا، حفاة بلا نعل، أوراقا بلا ثياب. وقالت عائشة: هل ستنظر أحدهما الآخر؟ هل سينظر المرء إلى المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر كان شديدا من أن ينظر إلى ذلك. لماذا؟ لأن السماء انفطرت والنجوم انكدرت والعشور عدلت والوحوش بشرت. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وهو يوم تخشير منه الجنود وتتقلب منه القلوب وتتحرك منه القلوب.
ومدة الامتحان في الآخرة، إن مدة الامتحان في الدنيا لم يبقى أكثر من ساعتين، وربما في الجامعة أكثر الامتحان وأطولها ساعتين أو ثلاث ساعات، لا أكثر من ذلك. ولكن الامتحان في الآخرة قد يكون ألف سنة مما تعدون، لأن يوم واحد في الآخرة بألف سنة مما تعدون. امتحان طويل، بل إن كل أفعالنا مسجلة، كل صغير وكبير مستقر. إن نستنسخ مما يعملون كل صغير وكبير. لماذا؟ لأن المراقب، ونحن إذا عملنا الامتحان في الدنيا المراقب هو إنسان. الإنسان قد ينسى وقد ينام وقد يفحص، ولكن المراقب في الآخرة وفي الدنيا ليس إلا هو الله عز وجل. لا ينسى ولا ينام، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والله عز وجل هو الرقيب عليهم، إن الله كان عليكم رقيبا. وكما علمنا أننا في هذه الأزمنة قد وصلنا إلى تكنولوجيا، حيث أن يوجد كاميرا في كل مكان، والرجل الكاذب إنما يعارض الحاكم أو القاضي، يستطيع القاضي أن يعرض الفيديو ملون يشير ويظهر معصية هذا الرجل. وهذا ما سنرى فيما بعد في الآخرة، فالفيديو الملون سوف يظهر له، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقال تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إخوتي الحضور، وفي النهاية سوف أقارن بين النتيجة، نتيجة الامتحانات في الدنيا ونتيجة الامتحانات في الآخرة. إخوتي الحضور، في الدنيا هناك مستويات من النجاح، هناك ما سمي بمقبول في درجة بين 60، وهناك ما سمي بجيد، وهناك ما سمي بجيد جدا والامتياز ومرتبة الشرف، وكذلك في الآخرة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجات، وبين كل درجتين مسافة بين السماء والأرض. وهكذا أيها الإخوة، فلنجد في الآخرة مستويات. وكما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وكما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا المتاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا المتاع الغرور. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل نعم الدنيا من الآخرة ليس إلا كأحد أصابعكم تدخله في الماء وتخرجه فانظر ماذا بقي. ليس للدنيا شيء من الآخرة. وإخوة الحضور، وأما الرزق من الامتحان كما قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. سوف يدعو الله بسبب شدة عذاب الله عز وجل. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, kita sekarang memasuki hari-hari ujian. Maka banyak sekali persiapan yang dilakukan, mulai dari menghafal pelajaran, menghentikan kegiatan-kegiatan, dan lain sebagainya. Namun banyak dari kita melupakan bahwa dunia ini, kehidupan ini sesungguhnya adalah ujian. Dalam satu hari kita bisa mendapatkan lebih dari 10 kali ujian. Ujian kejujuran, ujian menjaga pandangan, ujian kesabaran, dan banyak ujian-ujian lainnya yang semua itu dicatat dengan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu kata pun yang keluar kecuali dicatat oleh raqib dan atid. "Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan setiap segala sesuatu kami catat di dalam satu buku induk. Hadirin sekalian, jika kita bandingkan antara ujian di dunia dengan ujian di akhirat, maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Yang pertama dalam materi, jika materi di dunia hanya terbatas dalam buku beberapa halaman, tetapi di dunia ini semua gerakan kita, semua perkataan kita, semua perbuatan kita, bahkan niat kita yang tidak ikhlas bisa dicatat menjadi bagian dari ujian yang ada di dalam dunia ini. Selanjutnya hadirin sekalian, yang kedua adalah kondisinya. Jika di dunia ini kita melaksanakan ujian dalam ruangan yang nyaman, ada ber-AC, kursi yang nyaman, cahaya yang terang, tapi di akhirat nanti kita semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang badan, telanjang kaki, langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung berjalan, dalam keadaan yang sangat penuh dengan kegalauan. Dan saat itu hadirin sekalian, ujian kita tidak hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi berlangsung 1 hari yang hitungannya di dunia seperti 1000 tahun lamanya. Maka tidak ada artinya ujian di dunia dibandingkan ujian nanti kita di akhirat. Hadirin sekalian, hal yang juga perlu kita bandingkan adalah pengawas ujian. Di ruang ujian, pengawas kita hanyalah manusia biasa, tidak mampu menguasai seluruh ruangan. Tetapi penguji dan juga pengawas kita di dunia dan di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah tidur, tidak pernah beristirahat, yang menyaksikan semua tindakan kita yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Dan hadirin sekalian, di akhirat nanti kita juga akan menerima rapor buku yang mencatat semua perbuatan kita. Ada yang mendapatkan bukunya melalui tangan kanan, maka ialah para penghuni surga yang sudah menyiapkan dirinya baik-baik, menjaga perkataannya, perbuatannya, ibadahnya, sehingga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan ada lagi yang diberikan buku catatan amal melalui tangan kiri atau di belakang badannya, maka mereka lah yang termasuk dalam siksa yang kekal di neraka. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.